الحقيقه برضو عايز اتكلم عن واحد من رجاله النادي الاهلي، المقاتل، واحد من اللي خرجوا من النادي الاهلي ولكن كل جمهور النادي الاهلي لن ينساه، حمدي فتحي. عايز اقول لحمدي فتحي شكرا، انا وكل جماهير النادي الاهلي، ادى ما عليه وساهم بشكل كبير في كل بطولات النادي الاهلي اللي توج بيها منذ انضمامه للنادي الاهلي من نادي انبي. حمدي فتحي بشكل محترم ودع جماهير النادي الاهلي وكيان الاهلي، وقال في رسالته الوداعيه: شكرا النادي الاهلي، جمهور واداره، فخور اني كنت جزء صغير من كيان كبير وعظيم، شكرا على حبكم ودعمكم اللامنتهي. واختتمها بلنا عوده. هذا ما قاله حمدي فتحي نابعا من القلب، ويقول ايضا: كل من ينتمي لكيان الاهلي من المخلصين من ابنائه. احنا هنا في البيت الكبير عايزين نقول لحمدي فتحي شكرا يا بطل، انت مشيت من النادي الاهلي وانت بطل للدوري بعد غياب موسمين، فالف الف مبروك ليك، والف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله رحله موفقه في نادي الوكره القطري.